في رأيك الناس نازلة كتير جدا ليه؟ علشان الوعي بقى أكتر. الناس مهتمة. يعني النهاردة كنت بشوف ناس كبار السن كانوا نازلين، يعني رايحين المشوار وواعيين. أنا كنت شايفة في صغار في السن وكبار في السن. كان في واحدة جاية قبل ما تروح الجامعة، يعني ودي كانت أول مرة بالنسبة لها تخش لجنة انتخابات علشان تنزل تلقي بصوتها. ف يعني أنا شايفة إنه في وعي. وأكتر حاجة كانت شداني عدم البهرجة وعدم، يعني ما كانش في فرض على الناس إنه انزل وروح وأعمل. كان في وعي، كان في وعي ده، وتخش وتطلع في هدوء تام، ما فيش مناظر بهرجة. حتى الموسيقى، الأغاني الوطنية اللي محطوطة كده بصوت واطي ظريف. فأنا كنت بجد مبسوطة من التنظيم. صحيح.